السيد سي محمد اليازغي، مرحبا بك معنا ومرحبا مرحبا بينا معك في هذا اليوم الاحتفالي ديال التكريم ديالك. السيدات والسادة، الأخوات والأخوة، أود أن أتقدم بالشكر والامتنان لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد على تنظيم هذا اللقاء التكريمي في حق قيادي اتحادي ومناضل حقوقي السي محمد اليازغي، الذي كرس حياته في الدفاع عن الوطن من أجل استقلال البلاد ودمقرطة نظامه السياسي وعصرنة مؤسساته. عرف الاعتقالات في عهد الاستعمار وسنوات الرصاص، دافع عن المعتقلين السياسيين وساهم مع عائلاتهم. له معرفة دقيقة بالمناضلين الاتحاديين، بأسمائهم، بمسكنهم، بدواويرهم، وكذلك بحاجياتهم، فلا يفوته أن يرى مناضل حتى يعرف يتكلم عليه باسمه، وكذلك يتكلم عن عائلته وعن المشاكل التي يعاني منها. تقلد مناصب مهمة في ميدان الصحافة، كما تحمل مهام ومسؤوليات في حكومة التناوب. سوف لا أتطرق إلى مسار السي محمد اليازغي الذي ذكرنا به الإخوة الذين سبقوني والأخوات، سوف أتطرق فقط إلى السي محمد اليازغي كما عرفته، وأتطرق إلى بعض المحطات لأن المحطات كانت كثيرة والوقت لا يسعنا لأذكرها بكاملها. تعرفت على السي محمد اليازغي في سنة 1969 في مؤتمر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكان مؤتمر صعب جدا الذي تم على مستويين. المستوى الأول تم في مدينة الرباط والثاني في مدينة الدار البيضاء. فالأول بطبيعة الحال لم نتوصل إلى اتفاق، والثاني تم بطبيعة الحال فيه انتخاب الهيئات المسيرة. وكان السي محمد اليازغي يتابع كل أشغال المؤتمر وكذلك يوجه سيرورة هذا المؤتمر. وكان لما يدخل علينا إلى المؤتمر كان يهبنا، وكنا لا نستطيع أن نتقرب منه لأنه كان القائد الكبير ونحن كنا طلبة وكنا مؤتمرين أيضا لأول مرة. السي محمد أيضا تابع عملنا في الخلية النسائية التي أنشأناها داخل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وأتذكر أننا كنا في اجتماع داخل الخلية وأتى السي محمد إلى الاتحاد الوطني ودخل علينا وجلس معنا وناقشنا في مجموعة من النقط، وشجعنا أيضا على بلورتها في شعارات وصياغتها باللغة العربية لأنه كان يجد المجموعة تتكلم كلها بالفرنسية. سنة 1972 كان المؤتمر الأسيوي الإفريقي للنساء في أولان باتور، وعينني الحزب لأحضر هذا المؤتمر، وكان صلة الوصل ويمكن أن نقول المونتور هو السي محمد اليازغي بطبيعة الحال، حيث زودني بالأفكار الرئيسية التي تشكل المداخلة في المؤتمر، وكان تأكيد بطبيعة الحال على القمع الممنهج الذي تعاني منه القوى المعارضة
عن الوضع الاقتصادي من فوارق طبقية، من استحواذ خيرات البلاد من طرف الفئة المسيرة، من وضعية المرأة، وكذلك من وضعية التعليم، وخاصة بعد أزمة 1965 وكل ما لحق بالتعليم في بلادنا. وكذلك أكدنا على القواعد الأمريكية الموجودة في المغرب ودورها في استفحال الإمبريالية في بلادنا. فاتصل السي محمد أيضاً برئيس الوفد الفلسطيني الذي كان يعرفه، وطلب منه أن يمد لي يد المساعدة عند الحاجة. فكانت مداخلة ثورية وقوية بكل معنى الكلمة، تعبر عن نضال حزب ثوري ونضال طبقات شعبية، لا فقط المغربية ولكن العربية بكاملها. لكن كانت المفاجأة كبيرة عندما تلقيت، عندما كنا نحتفل باليوم الأخير من المؤتمر، بخبر الانقلاب الذي وقع في المغرب وموت الجنرال أفقير والمؤامرة التي كانت وقعت ضد طائرة الحسن الثاني. فجاءت الوفود العربية وكذلك الأجنبية، كلها كانت متخوفة على مصيري وعلى ما سيحصل لدي عندما أدخل إلى المغرب، وكيف ستتعامل خاصة السلطات معي، خاصة وإن أخبرت بمحتوى المداخلة. فكانت بطبيعة الحال أزمة كبيرة بالنسبة لي، وخاصة أنني تركت ابنتي لم تتم سنتين، وكان صعب أن تتصل بسفارة المغرب وببعض المغاربة الذين كانوا في الاتحاد السوفيتي، لأن كلهم كانوا مثيرين للشك، وكان لا يمكن أن تقول بأنني أنا جئت من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأمثله في المؤتمر الإفريقي الآسيوي للمرأة. عشت أيضا وبطريقة جد صعبة الطرد الملغوم الذي تلقاه الأخ سي محمد. فلما علمنا بالخبر سارعت أنا وزوجي إلى بيت السي محمد، فوجدنا حطام الزجاج ما زال على الأرض، فأخبرونا بأن السي محمد والأخت سعدة ذهبا إلى المستشفى. التحقنا بهم ووجدنا رأسنا في فجوة، لم نجد لا شرطي ولا طبيب، فوصلنا إلى القاعة ووجدناه طريح الفراش في وضعية لا يمكن أن توصف ولا تطاق. إذا خمس دقائق وطردنا من طرف الطاقم الطبي. وهنا أرجع إلى المؤتمر الاستثنائي. فالمؤتمر الاستثنائي هو أول مؤتمر قدم فيه تقرير نسوي، وبطبيعة الحال كانوا الأخوة في المكتب السياسي السي عبد الرحيم بوعبيد، السي عمر بن جلول والسي محمد اليزغي، كانوا ملحين على أن هذه المجموعة التي تشكلت داخل الاتحاد الوطني يمكن أن تأخذ بزمام قطاع نسوي داخل الحزب، وأول شيء يجب أن يتم هو أن يكون هناك تقرير نسوي، لأنه أولا سيعزز خطط الحزب، ولأن الحزب كانوا نساء موجودات فيه باستمرار ولكن كنا قلائل، ولكن هنا جاء وقت مؤسسة القطاع النسائي داخل الحزب. وشكل هذه المجموعة التي حضرت التقرير من مجموعة من الطالبات، وكان صلة الوصل بيننا وبين المكتب السياسي هو السي محمد اليزغي، وكان يمدنا بتوجيهاته وأفكاره وكذلك تجربته، لا على مستوى منطقة الرباط ولكن على مستوى المغرب.
وكان عندما يتعثر النقاش وخاصة بالنسبة لمدونة الأحوال الشخصية وبالنسبة للمطالب التي كنا نريدها، كان يقول لنا بصيغته الدبلوماسية: يجب أن تتركنا هذه الأشياء، ستناقش في المؤتمر وسيحسم فيها المؤتمر. وانتهت الأشياء. وعندما انتهى المؤتمر وتشكل القطاع النسوي، فتابعنا السي محمد منذ تلك الفترة، وخاصة بالنسبة للمسألة التنظيمية، لأن كان هو المسؤول عن التنظيم، فكان هو ركيزتنا، وهو الذي ينصحنا في عديد من المجالات، إلى أن اقترح علينا في سنة 1975 أن ننظم، أن نخرج بتنظيم نسائي على صيغة جمعية، وكتب هو بنفسه العناصر الأساسية لهذا التنظيم النسائي. إذن سوف لا أطيل عليكم، لأن أظن كثير من الأشياء قيلت، ولكن هنا أريد أن أركز على الجانب النسائي. أريد أن أضيف أن السي محمد قام بتجربة هائلة عندما كان يترأس المكتب السياسي، هي تجربة تواصلية مع المواطنين. كنا كل يوم سبت من الثالثة إلى الخامسة نتواصل مع المواطنين، يطرحون أسئلتهم، ويكون عضو من المكتب السياسي أو من فرع أو من اللجنة الإدارية، فيجيبهم عن كل هذه الأسئلة، لأن هذه كانت تجربة تواصلية، ولكن كذلك تجربة لإشعاع الحزب والتعريف بأنشطته. إذن في كل هذه المحطات كان السي محمد يمثل الأستاذ، يمثل المرشد، يمثل المراقب، ويمثل كذلك الصديق والأخ الحميم الذي يسأل عنك عندما تتغيب، ويتصل بك عندما تكون مريضاً، ويحضر إلى حفلاتك عندما يستدعى بطبيعة الحال ويكون له الوقت الكافي لحضورها. لذا يمكن أن أقول أن الصداقة التي بنيناها وبنيتها أنا مع السي محمد صداقة لا تتلاشى مع الزمن، مهما التغييرات الحزبية والمقاربات والاختيارات الفردية التي تقربنا في بعض الأحيان وتبعدنا في أحيان أخرى، لكن القاعدة تبقى صلبة ما يساهم في تعايش بكل ودية. ولا يفوتني هنا أخيرا إلا أن أنوه بالأخت سعد بلافريش، شريكة حياته ورفيقة دربه، المناضلة الكبيرة، وهنا لا أقول مناضلة في خفاء، لأنها كانت تضيء بيتها وتضيء الحزب أيضا. تزوجت في سن مبكرة، لأنني أنا أعرفها منذ زمان، لكنها عرفت كيف تربط بين العمل النضالي وتسيير شؤون أخرى. دائما لطيفة، بشوشة، مبتسمة ولو في الساعات العسيرة، على علم بكثير من الأمور الحزبية، ولكن تخفيها في صمت دائم. السي محمد، الاسم الذي تردده بكل لطف، ما يعبر عن وئام ومحبة وتواصل دائم. شكرا للأخت سعداء، وشكرا وشكرا للأخ السي محمد على كل الجهود التي بذلتموها من أجل مغرب ديمقراطي حداثي. وشكرا لمنظمي هذا اللقاء التكريمي الذي أعاد لنا ذاكرتنا، وأعاد لنا تاريخ حزب الاتحاد الاشتراكي في أوجه، تاريخ قيادات صامدة فاعلة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية والمساواة بين الجنسين.
شكرا على إصغائكم.